السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم وفي هذه الحلقة سأقدم لكم شرح حول كيفية ضبط الفراغ الموجود في الدمبريات أسفل الرجل، يعني عند الدوس على الدمبرياج نحس بوجود فراغ على دواس الدمبرياج، ومن خلال هذا الفراغ ينتج عنه صوت مزعج عند نزع الرجل من على الدواسة. لو نلاحظ هذا الفراغ والصوت كذلك عندما أقوم نزع رجلي نسمع الصوت. كيف يتم ضبط دواس الدمبرياج إخواني؟ تابعوني لبدء العمل إخواني. هذه هي أولا دواسة الدمبرياج. لو نلاحظ هنا وجود فراغ من الأعلى ويصطدم هنا بهذا البرغي، تسمع هذا الصوت المزعج، وكذلك الفراغ الموجود في هذا البرغي لو نلاحظ، وكذلك الفراغ عندما تكون بهذا الشكل، نلاحظ الفراغ الموجود بين ميد سلندر والدمبرياج. كيف نصلح كل هذا إخواني؟ أولا نقوم بنزع هذا النابط من مكانه، ثم نقوم بنزع السيركليبس الموجود هنا. هذا السيركليبس، ثم نقوم بنزع هذا البرغي. انظروا إخواني التآكل موجود به، هذا سبب الفراغ إخواني. عندما تكون يهتز بهذا الشكل هنا فقط، هذا هو سبب. لو نلاحظ بشكل جيد هنا تقوم هذه العصابي الحفر بهذا المكان، تستطيع استبداله إخواني إن وجدته، وتستطيع تلحيم هذا المكان. سنستكمل هنا إخواني. للحد من الصوت المزعج نقوم بإضافة برغي إلى هنا، تعرفون السبب. نترك الرأس خارج من هنا إخواني، ونقوم بإضافة هذه القطعة. هذه القطعة إخواني أي قطعة تستطيع إضافتها، هذه القطعة موجودة في قاروص غاز المنزل في الرأس، تقوم بإخراجها وإدخالها بهذا المكان بهذا الشكل حتى تصطدم بها هاتف ولا يصدر أي صوت. لو نلاحظ ثم نعيد هذا البرغي إلى مكانه. أنا لم أتحصل على واحد في الوقت الحالي، عندما أردت أن أعمل هذا الفيديو سأتدبر عليه غدا إن شاء الله وأقوم بتركيبه في مكانه. سأقوم بإرجاع فقط هذا البرغي إلى مكانه كما نزعناه، نقوم بإرجاعه. ثم نرجع السيركليبس إلى مكانه. بهذا الشكل. ثم كذلك النابط. نرجع إلى مكانه. بهذا الشكل. هنا لو نلاحظ اختفت الطقة والصوت المزعج. تبقى لنا هذا الفراغ الموجود هنا إخواني تحت الدواسة. ماذا نفعل؟ نقوم فقط بتدوير هاته العصب بمفتاح 10 أو بيدك.
تقوم بتدويره بحيث تقوم بإدخاله إلى السلندر، وفي كل مرة تقوم بهز العصا إلى أن تحس بأن العصا لا تهز معك توقف. بهذا الشكل إخواني نلاحظ أن العصا أو الدواسة أصبحت جيدة، والصوت اختفى إخواني. نلاحظ بهذا الشكل نكون قد انتهينا من هذا التركيب وضبط وحدة الدمبرياج. في الفيديو القادم إخواني سأعلمكم طريقة حصرية حول كيفية ضبط عصا القير بنفسك دون اللجوء الميكانيكي، كما يمكن لكم مشاهدة الفيديو الذي يظهر الآن على الشاشة حول كيفية تنسيم الدمبرياج. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام خير الختام.